الدقيقة 84 من الشوط. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ بيباصي في نص الملعب بكل اريحية. ايه الكلام ده؟ ايه اللي دخل الملعب ده؟ انا مش فاهم حاجة. ينعلموا كده. ايه اللي حصل ده؟ خش يا جدع خش كده كده هنجيب جون تاني. يا جدع افهم بقول لك طنطا من هنا. لا هم قالوا لي من هنا. التاكسي دخل بصيت ورايا زقني اسكت قمت مديله. اخرب بيتك يا محمود. ورده ايه؟ ناقصه تلزيق. قلت لكم مفيش ادنى من تلك. بس هات كله ورا هات كله ورا. ايدك بس بعيد عنه كده يا عم الفلاور ما تحكهاش. البتوله ما خلصتش. الناس كلها فرحانة وهم أبطال المعركة طالعين على عربية الإسعاف.